السلام عليكم. حكينا بالحلقة السابقة جانب من جوانب القصة المذكورة في كتب أهل السنة، كتب الصحيحة عندهم، واللي هي مخالفة تماما للقصة اللي بيروها لطلابهم وبيضحكوا عليهم فيها. فقصة مخالفة تماما، بتحكي كيف صارت الخلافة، كيف استلم أبو بكر الخلافة، كيف صار عداء ومعارضة ومشاكل ضخمة جدا. واليوم حنذكر جانب آخر من الموضوع. فمنشوف هالرواية هاي بكتابي يلي كنا عم نحكي منه دائما بسلسلة هالحلقات، عن عائشة رضي الله عنها. لاحظوا كيف الترضي عن عائشة بينما عن علي وفاطمة بيقولوا عليه السلام. زوج النبي أن رسول الله مات وأبو بكر بالسنح، يعني منطقة، قال إسماعيل يعني بالعالية، فقام عمر يقول والله ما مات رسول الله. قالت وقال عمر، يعني بيحكوا عن وفاة النبي لما توفى، شو قال عمر؟ عمر أنكر وفاة النبي. وقال عمر والله ما كان يقع في نفسي إلا ذاك، وليبعثنه الله فليقطعن أيدي رجال وأرجلهم. فجاء أبو بكر فكشف عن رسول الله فقبله، قال بأبي أنت وأمي طبت حيا ميتا، والذي نفسي بيده لا يذيقنك الله الموتتين أبدا. ثم خرج فقال أيها الحالف على رسلك. فلما تكلم أبو بكر جلس عمر، فحمد الله أبو بكر وأثنى عليه وقال ألا من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وقال إنك ميت وإنهم ميتون. يعني لما توفى النبي فعمر أنكر الوفاء، قال مو معقول أنك تتوفى أبدا، لكن أبو بكر هدى لما رجع عن المنطقة اللي كان فيها، هدى وقال له طول بالك النبي مات وهذا شيء طبيعي. وقال وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. طبعا هنا زلقيته همزات أو أشياء خطأ، فهي من خطأ الناس يلي نسخت الكتاب على الكمبيوتر على السي دي، ونحن نسخناه من السي دي، فهي أخطاء هن مو أخطاءنا نحن. هذا السي دي مشهور اسمه المكتبة الشاملة، بيبيعوه بسوريا بسعر عالي لأنه تعبوا عليه كتير وحطوا مصادر تبعهم، يعني سي دي من المكتبة السنية يعني، فهي أخطاء هن بالنسخ نحن ما لنا علاقة فيها. فنشج الناس يبكون. قال واجتمعت الأنصار إلى سعد بن عبادة في سقيفة بني ساعدة، فقالوا منا أمير ومنكم أمير. فذهب إليهم أبو بكر وعمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح، فذهب عمر يتكلم فأسكته أبو بكر، وكان عمر يقول والله ما أردت بذلك إلا أني قد هيأت كلاما قد أعجبني، خشيت أن لا يبلغه أبو بكر. يعني إذا صار في ناس بقى بدهم يقرروا أنه مين الخليفة بعد النبي لأنه النبي توفى، فلذلك بفسر الشيعة الشيء اللي عمله عمر بأنه حيلة منه، لأنه توفى النبي فجأة، هو ما بيعرف إمتى حيتوفى، فتوفى النبي فجأة، وأبو بكر اللي هو صاحبه لعمر كتير اللي هن بيطبخوا الطبخة مع بعض كان برات المدينة المنورة، فلبين ما يدرى أبو بكر ولبين ما يصلوا الخبر وفاة النبي ويرجع، فبيكون استغل الوقت عمر وأخر الأحداث قدر ما يمكن. فلعب هاللعبة أنه خوف الناس أنه النبي ما مات، وليبعثنه الله فليقطع عنا أيدي أناس وأرجلهم. شو مين هدول بيقطع أيديهم وأرجلهم؟ مين هدول؟ شو عملوا؟ فكأنه عم يخوفهم، إذا بدكم تقولوا النبي مات بده يطلع ويقتلكم ويذبحكم، يعني حكي فاضي، حكي بيضحك. ومن مين صادر؟ من عمر. يعني أهل السنة مو بتعتبروا أنتم أنه عمر فقيه وفهمان وكذا، في واحد مؤمن فقيه بالدين، طفل بيقول هالحكي اللي حكاه، بيقول أنه الله لا يذيقك الموت مرتين، لا يمكن تموت أنت ولا يمكن مدري شو، وبدك تطلع، يعني شو الحكي هذا؟ مسرحية. فبيقولوا الشيعة أنه هاي مسرحية عملها مشان يستغل وقت وضيع وقت لبين ما يجي أبو بكر. وفعلا لما اجى ابو بكر ما عاد في داعي للمسرحيه، فصار ابو بكر قال له خلاص يا رجل شو هالحكي هذا، وبلشوا يتعاملوا مع الموضوع على انه النبي فعلا مات. فهون انتقلوا فورا لموضوع انه مين بده يستلم خلافه من بعده، فالمهاجرين قالوا منا امير والانصار قالوا منا امير، يعني بده يعملوها انه مو شخص واحد يستلم وانما اكثر من شخص مع بعض. لكن صوروا هالحكي كله ولسه النبي ما اندفن. طب علي وينه؟ علي مو معقول يروح يفكر بهالقصص هاي. علي كان قاعد مشغول عم يدفن النبي ويغسله حسب الروايات السنية إلى آخره، بينما هن تركوا الحكي كله وراحوا يتناقشوا ويتقاتلوا ويختلفوا على موضوع الخلافة.
ثم تكلم أبو بكر فتكلم أبلغ الناس فقال في كلامه: نحن الأمراء وأنتم الوزراء. فقال حباب بن المنذر: لا والله لا نفعل، منا أمير ومنكم أمير. فقال أبو بكر: لا، ولكن الأمراء وأنتم الوزراء. يعني بده أبو بكر أنه هن يكون الرؤساء من المهاجرين ويجي بعدهم كموظفين بالدولة لكن مراتب عليا يكون مين؟ الأنصار. ذاك ما رضي، قال له لا ما بيصير. فضل مصر أبو بكر، قال: هم أوسط العرب دارا وأعربهم أحسابا، يعني عم ينفخ بالقريشيين. فبايعوا عمر أو أبا عبيدة بن الجراح، قال لهم بايعوا واحد من اثنين. فقال عمر: بل نبايعك أنت، فأنت سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله. فأخذ عمر بيده فبايعه وبايعه الناس. فقال قائل: قتلتم سعدا؟ فقال عمر: قتله الله. فهي جملة عمر قتله الله بتلاقيه كتير بيقولها بكتير مواقف: قتله الله، إنه أمر الله، إنه كذا. شو بيكون في مصيبة وشيء بده يصير لوم على عمر أو على جماعته بتلاقيه قال: عزه الموضوع هاد لله، الله اللي قتله مو لحنا، الله اللي عمل هالشي مو لحنا. هذا مشهور عن عمر، إذا بترجع للحلقات السابقة من نفس السلسلة هي أو بتشوف الحلقات القادمة أو بتشوف الكتاب اللي إحنا عم ناخد منه اللي هو كتابي اللي ألفته من كتب أهل السنة من الأحاديث الصحيحة، فبتلاقي جملة عمر هي واضحة كتير، هو اللي بيكررها وهو اللي بيأسس لهالفكرة هي، إنك ترمي على الله الأخطاء بدل ما تلوم البشر. وعائشة رضي الله عنها قالت: شخص بصر النبي ثم قال في الرفيق الأعلى ثلاثا وقص الحديث. قالت: فما كانت من خطبتها من خطبة إلا نفع الله بها، لقد خوف عمر الناس وإن فيهم لنفاقا فردهم الله بذلك. ثم: لقد بصر أبو بكر الناس الهدى وعرفهم الحق الذي عليهم وخرجوا به يتلون، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، إلى كلمة الشاكرين. هذا الكلام كله وين بتلاقيه؟ بصحيح البخاري، مو كتاب أبلة نظيرة، هذا كتاب صحيح البخاري باب قول النبي لو كنت متخذا خليلا، وبهالأرقام الظاهرة أمامكم. فتصوروا إذن الحالة اللي كانوا عليها الصحابة، الحالة اللي كان عليها من التشاجر والتقاتل من أجل الدنيا، وتاركين النبي عم يدفنوه وبدون يغسلوه إلى آخره من مراسم. فصحابة اهتموا بالنبي وصحابة تركوا النبي كله ولحقوا موضوع الدنيا. طبعا هيك بتقول الروايات السنية، ونحن بنرجع بنأكد لا أننا متأكدين الروايات السنية ولا الشيعية ولا بتهمنا لا هدول ولا هدول، نحن بيهمنا كتاب الله فقط. ومندعو أهل السنة والشيعة، مندعي كل الفرق الإسلامية أنها تترك كل هالمذاهب، لأنه القرآن يلعن كل هالمذاهب هي ولا يجوز لأنه يكون في مصدر شرعي سوى كتاب الله. لكن عم نورجيكم إذا أنتم آمنين بهالكتب هاي فشوفوا كيف هالكتب هاي كلها بتخالف حتى مذهبكم، لأنه أنتم تجار الدين عندكم عم بيلعبوا بالأمور ويصوروا للناس شيء غير الموجود بكتبهم الأصلية. فموضوع لعبة كبيرة، إذا أنت بدك الله لازم تتقي الله وتبحث عن الحقيقة صافية وتتبرأ من كل كتاب ما عدا كتاب الله، لأنه أي كتاب لا يجوز أن يكون مصدرا تشريعيا سوى كتاب الله، مثل ما عطينا مئات الأدلة بالحلقة الطويلة اللي كانت بعنوان آيات كتاب الله تحرم اتخاذ الحديث النبوي تشريعا. والحمد لله رب العالمين.